بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذا التسجيل السريع سأحاول أعرض حال الاختبار النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الأكاديمي 1443 هجرة في مقرر المدخل لحساب التكامل، مقرر 106 لطالبات كلية علوم الحاسوب ونظم المعلومات قسم الحاسوب. طبعا الأسئلة بسيطة جدا جدا ومتنوعة. عندنا في السؤال الأول عبارة عن اختيارات ومباشرة جدا، وفي هذا السؤال في الحقيقة نستطيع نضمن أكبر الدرجات، والإجابة كما هي موضحة باللون الأحمر. هعرضها بهذا الشكل، هي أسئلة بسيطة ومباشرة، ويفترض ان احنا نضمن هذه الاسئله كامل. هذه الاسئله في الحقيقه هي عباره عن هديه. السؤال السابع، طبعا في السؤال السابع احنا نريد فقط construct the integral، فقط ال construction of the integral، ما نحتاج الحسابات النهائيه. وواضح الاجابات مولعه كذا، واضحه جدا. هذا بالنسبه لي السؤال الاول، أو كما موضح باللون الأحمر الإجابات. برضو السؤال الخامس هي إجابة هنا. السؤال الثاني عبارة عن سهم خطأ، برضو هذا السؤال بسيط جدا، يفترض أن احنا إيه نضمنه. السؤال الأول خطأ والثاني خطأ، يعني الإجابات فيه واضحة جدا. السؤال الرابع صح، وهذه الإجابات مرفقة. طيب بالنسبة لبقية الأسئلة عبارة عن أسئلة مقالية أو مسائل. في الحقيقة أنها الموجودة هنا كانت موجودة في المحاضرة للأنديترمينيت فورمز، اللي كانت عبارة عن مقدمة للتكاملات المعتلة، وهذه النهاية بسيطة جدا، وكما تعلمناها نحسب النهاية. فإذا كانت حالات عدم التعيين للأنديترمينيت فورمز، استخدم قانون لوبيتال رول لحد ما ايه نروح مشتقين البسط والمقام لحد ما نحصل على النهاية. السؤال بي هنا برضه انا جبت لكم الهنت مباشر على طول، يعني هذا مساعد. نحن ايه هنستخدم الكومبليتنج سكوير لاكمال المربع، واكمال المربع كما موضح في الشرح هنا او موضح وبالتفصيل، يعني احنا نحاول نكتب دالة التكامل بشكل بحيث يصبح نستطيع نكامل او نرجع نستخدم التعويضات التي درسناها في السابق. احيانا نبدأ بتعويضات مباشرة في الحقيقة، بالامكان تسهل التكامل. فانا هروح اجزئ التكامل الى جزئين، و بمعنى حصل في النهاية إلى أنني أستطيع أستخدم القوانين التي درستها في السابق. عندي التكامل الأول اللي البسط مشتق للمقام، والتكامل الثاني الانفيرس تان. يعني كل هذه الإشكاليات أنه في لدي قوانين لكن لا أستطيع أستخدمها بشكل مباشر، وبالتالي أحتاج أبسط المسألة لحد ما أصل بها إلى القانون المناسب. برضو عندي هذه الفقرة في الحقيقة هنا حتركها عليكم، اللي حنستخدم فيها المين فاليو ثيرم. برضو هذه التوضيح لها، معلش برضو انا حوضحها هنا. ححقق شروط المين فاليو ثيرم اللي هي الدالة اف تكون متصلة، وبعد كذا ايه حنقول يوجد زد بحيث تتحقق المساواة التالية. واروح حاسبها هنا عبارة عن جذور، يعني حروح كاتب شروط النظرية واحسب قيمة زد والموجودة في الفترة A، الموجودة في الفترة A و B، والفترة A و B عندي هنا إيه 0 و 3. الحقيقة حاحصل على جذرين، حكتفي بأخذ الإيه الجذر الموجب. عندي هنا مسألة من أبسط المسائل اللي باستخدام التكامل بالتجزيء نستطيع نحلها. طبعا كما قلت في المحاضرات إحنا نختار الدي في بالدالة سهلة التكامل. فعندي الدي في سهلة التكامل اللي دي إكس، راح نكاملها وأطبق نفس الشكل الذي اتبعناه في المحاضرة، نحصل على
تكامل. برضو عندي هنا تكامل اللي هي التكاملات التكاملات التي تحتوي دوال مثلثية. طبعا احنا شرحناها بالتفصيل، لكن المسألة اللي جاءتني هنا بسيطة جدا. هنا الـ n باثنين، وبالتالي استطيع استخدم هنا الهاف انجل فورمولا، راح اعوض بهذه الصيغة واروح مكامل مباشرة واطبق القوانين المستخدمة. هنا برضه هذه مسألة على التعويضات المثلثية، طبعا احنا نختار التعويض المناسب. احنا اخترنا 2 تان ثيتا بحيث استطيع استخدم المتطابقة اللي هي سيكان تربيع سالب 1 زائد تان تربيع ثيتا. طبعا عندي هنا 4، وبالتالي حختار ايه؟ حختار اكس باثنين تان ثيتا واروح ايه؟ طبعا احنا بافتراض طبعا هنا الجذر والتربيع الاصل مقياس، لكن احنا اخذنا هذه الدوال في منطقة موجبة، وبالتالي حناخذ على طول مباشرة الإشارة الموجبة، وحناخذ سيكان ثيتا وراح معوض في التكاملات واحصل على التكامل التالي. يعني كل هذا الجهد وكل هذا الشغل احنا نحاول في الحقيقة نصل بالتكامل الى صيغة موجودة في القوانين التي عرضناها في المحاضرات الأولى. وبالتالي اختبار بسيط جدا وسهل جدا، لو احنا مذاكرين مركزين نستطيع نحصل في الاختبار على فول مارك. بالتوفيق، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تنتقلوا الى مقرر قادم. المقرر الذي يلي هذا حيكون بمشيئة الله، اللي هو التفاضل والتكامل المتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.